أيضا بينضم إلينا حول ذات السياق نائبة أميرة صابر عضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مساء الخير يا فندم. مساء النور. بشكرك على بقائك معنا، وخليني أسألك في البداية عن مجموعة الجلسات اللي تمت بالفعل مع الوزراء، في مواجهة أعضاء مجلس النواب. تقييمك ليها أو ملاحظاتك أو متابعتك من خلال هذه الجلسات قبل ما ندخل في تفاصيل الجلسات. والله يا فندم انا ممكن انقل لحضرتك راي الشارع. في مواطنين بقابلهم عارفين ان انا عضو مجلس نواب بيثنوا جدا على فكره انه هذا المجلس بادئ بدايه قويه جدا، وبادئ يمكن المجلس اللي فات كان عليه عبء تشريعي وثقل كبير جدا جدا في العمليه التشريعيه، وكان في المجلس ده بدايه مغايره تماما ببدايه رقابيه بشكل كبير، وفكره اسئله اسئله اغلب الوزراء والنقاش المفتوح اللي بيتم من الاعضاء المباشر الصريح اللي بيتناول اغلب النقاط الهامه اللي بتشغل الراي العام بالفعل، كانت بدايه في وجهه نظري موفقه للغايه وعملت اهتمام واسع وكبير عند كل فئات الشعب. انا بتلقى اتصالات من جميع الطبقات الاجتماعيه، في حراس أمال كبيرة جدا معلقة على هذا المجلس الدولي. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنواب اللي فيها ربما يكونوا دخلوا المجلس تحت مظلة أحزاب سياسية أو قوى سياسية أخرى، لكن بتجمعهم التنسيقية. شفتي حضرتك ازاي الرؤى الفكرية اللي تم طرحها في مواجهة وزراء في الحكومة؟ والله يا فندم عايزه اقول لحضرتك تجربه تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين هي تجربه عصرت المشهد السياسي المصري بامتياز. احنا وقت طويل ما كناش قادرين نتكلم على اكثر يمين ولا على اكثر يسار، يتكلم مع بعضه بشكل حضاري مثمر، بشكل في الاخر يجعلنا نتفق او نختلف بنسال الاسئله الموضوعيه، نتفق او نختلف بنعمل الاداء السياسي المطلوب، والاداء السياسي المفروض جزء منه طبعا بالقطع رقابي. احنا الاسئله كانت اغلبها اسئله تقنيه بشكل اساسي. طيب حضرتك سامعاني؟ ممتاز. ممتاز. طيب دلوقتي بعض جلسات، وده كان سؤال كنت سالته لي النائب طارق الخولي، بعض الجلسات كان فيها مواجهه ساخنه اكتر من غيرها، كان فيها جدل اكتر، كان فيها نقاش ساخن وحيوي اكتر من غيره، الاعلام، التموين، التنميه المحليه. ايه تفسيرك لده؟ ليه هذه الجلسات تحديدا او هذه القطاعات، هذه المجالات شهدت سخونه في النقاش وجدل اكتر من غيره؟ طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا كل الناس تابعت، كان في بالفعل ملفات هي ساخنه، سواء ملفات لوزاره الاعلام او وزير الدوله للقطاع او وزير قطاع الاعمال وغيرهم من الوزراء اللي سالوا، كان في استفسارات حقيقيه عند الناس، كان في تعليقات كثيره جدا على الاداء. احنا ما كان دورنا الا هو دورنا كان نقلها بشكل اساسي. فيمكن الفتره الاخيره دي تحديدا كان في على السطح اراء، وكان في على السطح اخبار عليها علامات استفهام كبيره جدا، وفي نفس الوقت استفسارات لدى اغلب المواطنين، فكان ده طبيعي جدا ينقل في النقاش اللي دار وفي اسئله الوزراء. ليه بعضها كان اكثر سخونه؟ لانه بعضها كان بالفعل يحمل قضايا شائكه، وفي اداءات لبعض الوزارات كان عليها علامه استفهام كبيره، احنا كنا محتاجين نسال هذه الاسئله ونسمع ردود. ايه المرحلة اللي بعد كده؟ بعد ما الوزير بيقدم البيان، بعد ما أعضاء النواب أعضاء المجلس بيتفاعلوا معاه أو بيلقوا بيه كلماتهم، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ هل دي جلسة زي ما قال النائب طارق الخولي تكوين رأي عام لدى أعضاء مجلس النواب يستتبعها بعد كده إجراءات أخرى؟ يا فندم كل الوزراء اللي كانوا بيتسالوا اغلب الاسئله كان في اسئله كتير بيتجاوب عليها، ولما حتى كان بيبقى في استفسارات اخرى عند النواب كان بيرد انه هذه الاستفسارات سيرد عليها تفصيلا في اللجان المختصه، لانه الوزراء طبعا زي ما حضرتك عارفه بييجوا يحضروا اللجان والنواب بيقابلوهم بصفه دوريه، ولازم يكون في اتصال وتنسيق وثيق بين مجلس النواب واللجان المختصه وبين الوزارات اللي بتشتغل مع هذه اللجان. فالطبيعي انه الاستفسارات التي لم يرد عليها او الحاجات
الملفات اللي لسه فيها مساحه للنقاش او مساحه لارقام ادق او مذكرات تفسيريه او ما الى ذلك. النقاشات لم تحسن في ردود الوزراء، دي هيستكمل طبعا نقاشها في اللجان المختصه. طيب حضرتك قلتي انه المواطنين لما بيقابلوكي يعني بيبدوا اعجابهم بالطريقه اللي حصلت، وانكم في النهايه زي ما حضرتك قلتي برضو بتحملوا اسئله المواطن في الشارع للوزراء تحت قبه البرلمان. ايه كانت الاسئله اللي كانت بتدور في دماغك تحديدا، او اللي كنت مهتمه انك تسمعي منها اجابات، تسمعي عليها اجابات من الوزراء فيما يتعلق بالاعلام والتموين والتنميه المحليه؟ يعني الحقيقه خليني اقول حاجه، انا سالت مثلا وزير التعليم، ده كان سؤال شائع جدا، انه يعني بالنسبه لانه احنا واصلين لتكنولوجيا متقدمه والطلبه دلوقتي اغلبهم بيتعلموا الكترونيا نتيجه ظرف كوفيد ومعاهم تابلت، طب انا كان سؤالي عن مدى جاهزيه الابنيه التعليميه لانها تبقى العمليه التعليميه كلها متناسقه مع بعضها بقى بنود كامل. فده كان سؤال عند الشارع، الناس اللي في القرى والنجوع اللي بيبعتوا ابنائهم لهذه المدارس بينما المدارس دي مش مجهزه بالشكل الكافي، ده استفسار. استفسار تاني عن الانترنت والاعباء الماديه اللي بتتحملها الاسره. استفسارات كثيره. افتكر الوزير رد على النقطه دي بفكره انه يعني البنيه التحتيه الخاصه في اولويه، وهم شافوا الاولويه للتقدم التكنولوجي ان احنا نعبر هذه الفجوة المعرفيه بشكل كبير، وياتي بعد كده التنسيقات علشان قصه الابنيه التعليميه وعلشان استكمال الامر. فيعني ده كان اجابته، واعتقد ان احنا لازم نرجع ننظر للنسب المخصصه في الترند تحديدا للتعليم والصحه، وانه الموازنه لازم يعني تؤكد على هذه النقاط، وده دور النواب. يعني خليني اقول لحضرتك انه الدرس المستفاد من ده انه هيدور تاني نقاش مفصل عن ميزانيات التعليم والصحه بالتحديد، الحاجات اللي بتلمس المواطن بشكل مباشر، وازاي نقدر فعلا نوصل لنسب تخلي التقدم اللي بيحرص في الملفات دي تقدم متكامل، مش انه احنا بناخد جانب ونهمل جانب اخر. ايه ملفات تانية كنت مهتمة انك تطرحي فيها تساؤل، حتى ولو مش حضرتك شخصيا اللي طرحتي التساؤل، بس عارفة ان في يعني مواطنين مهتمين يعني بنقطة معينة، زي قضية مصنع الحديد والصلب. أيوة. قضايا اخرى كانت حديثا، يعني حديثا ذائعة وصلتوا فيه لايه؟ مجمع الحديد والصلب، يعني ايه القناعة اللي وصلت ليكوا بعد ما استمعتوا لإفادة وزير قطاع الأعمال؟ والله في نهايه الامر في ظني انه هذا الامر لا، ما كانتش الاجابات عليه اجابات واضحه، يجب مناقشته في اللجان المختصه بالتفصيل، لانه ده امر يعني يمس اقتصاد البلد ويمس العمال ويمس الاستراتيجيه المتكامله، الاستراتيجيه العامه لقطاع الاعمال كله. فلا، هم محتاجين وقت اطول من ده، ومحتاجين نقاشات مفسره، ومحتاجين نفهم ليه بيتصفى او ليه بيتنقل بردود اكثر دقه، يعني بارقام محدده اكثر، بنقاشات اعمق. النهارده او جلسات اسئله الوزراء كلها هي يعني بتجيب اجابات مقتضبه في بعض الاحيان، او بتفتح المجال لنقاش اوسع علشان فعلا كل ما يهم المواطن وكل ما هو محل نقاش يتم تناوله ومناقشته بدقه، وده عمل اللجان بالاساس. يعني عايز اقول لحضرتك انه الجلسات بتستمر بالست والسبع ساعات، ما بيبقاش كفايه، بيبقى فيه نواب كتير جدا جدا لا يتسع المقام لاسئلتهم نتيجه لضيق الوقت، لانه لما نتكلم على ملف التعليم احنا ولا هيقضينا يوم ولا هيقضينا شهر. صحيح. يعني احنا محتاجين نقاشات مفصلة ودقيقة. لما نتكلم على استراتيجية التعليم بقى، لو حضرتك شفتي تقرير الحكومة مصر تنطلق، هو التقرير يتجاوز يعني عدد صفحاته مئات الصفحات. صح. احنا بنتكلم على ملفات مش هتقضى نقاشها ابدا في عدد محدود من الساعات، هي محتاجة تفصيل اكبر من كده بكتير. طيب يعني ده بالنسبة للوزراء اللي جم بالفعل وادلوا بافادتهم، بنتكلم على التعليم، التعليم العالي، تموين، تنمية محلية، اعلام، قطاع اعمال. طيب في وزراء يعني مفترض ان هم يحضروا ان شاء الله الاسبوع المقبل، بنتكلم على وزراء الري، الزراعه، القوى العامله، الهجره، الخارجيه والطيران، والثقافه، والبيئه. يعني غششينا سياده النائبه، يعني استعديتي ازاي، او ايه ماذا يدور في ذهنك في يعني من هؤلاء الوزراء حابه ان انت تطرحي عليهم اسئله المواطن؟ والله يعني تقريبا عندي اسئله في اغلب هذه يعني اغلب هؤلاء الوزراء. زي ايه؟ بالتحديد اخص يعني هيبقى في طبعا الامن والسلامه في امور، هيبقى في كذا كذا سؤال في كذا ملف.
يوم بيومه هيبقى ده بيتم تناوله، مش اسئلتي انا بس، اسئلتي واسئله مختلف الايديولوجيات ومختلف الناس اللي بيمثلوا الاحزاب المختلفه. احنا بنحاول نكون قريبين من اسئله الشارع وننقلها بكل شفافيه، ولانها بتوصلنا زي ما بقول لحضرتك، يعني رده الفعل بتبقى انيه وسريعه جدا جدا. ويعني حتى الاسئله، يعني عايز اقول حضرتك في درس وزير التعليم، لا كان الاسئله بعضها مقرر لانها هموم الناس الحقيقيه، كل واحد جاي. طب زي ايه؟ ادينا بس مثال او اثنين. نعم، ادينا بس مثال او اثنين. زي ايه؟ زي ايه في الاسئله اللي طرحت؟ لا، في اللي هتيجي الاسبوع المقبل. طيب يعني خليني اقول لحضرتك مثلا، خلينا نقول انه في الخارجيه كلنا معنيين جدا جدا بما يترقب خطه هذه الوزاره في الامور يعني الحساسه اللي تمس الامن القومي المصري. دي هتبقى اسئله من الشارع بيسالها، الناس عايزه تطمن. يعني احنا اكثر الحاجات اللي معتنيين نسالها جدا هي فعلا الكل دايره في بال اغلب المواطنين. هنتابع معاكم بالتأكيد إن شاء الله الأسبوع المقبل، يعني إيه أبرز التساؤلات اللي طرحت وإزاي كانت إجابات السادة الوزراء. على أي حال يعني تحرك حميد إنه يكون في تفعيل لإزراع الرقابية للبرلمان. يعني البرلمان دوره إنه يراقب الحكومة. الحقيقة أنا بشكرك شكرا جزيلا نائبة أميرة صابر عضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.